السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم. مستجدات في قضية يوسف الشاهد رئيس الحكومة الأسبق بخصوص محاكمته لدى القضاء الفرنسي بصفته حاصل على الجنسية الفرنسية، وعدة أطراف تعتبر بأنه بما أنه عنده الجنسية الفرنسية يجب أن يحاكم في فرنسا. الأستاذ حاتم الشلي محامي الإطار الأمني السابق صابر العجيلي يقول اليوم بأن القضاء الفرنسي يستدعي رئيس الحكومة الأسبق يوسف الشاهد اللي هو متواجد في فرنسا حاليا، ويستدعي أيضا وزير العدل الأسبق غازي إجريبي وشخصيات أخرى، وقال بأنه من بينهم قضاة وقضات معفيين من الليستة متاع 57 قاضي، وفيهم زادة مستشارين سابقين باش يستمع لهم القضاء الفرنسي من أجل أو بتهمة ولا في قضية تتعلق بالمشاركة في الجريمة. الشلي يقول اليوم في تصريحات إعلامية بأن النيابة العمومية بمحكمة باريس كانت فتحت أبحاث من أجل التعذيب والاحتجاز القسري لمنوبو صابر العجيلي، وبأنه قاضي تحقيق تعهد بالقضية وقال بأنه تم سماع منوبو صابر العجيلي، كان هذا في شهر جويلية اللي فات، شهر جويلية 2022، ويقول بأنه باش يتم دعوة الأشخاص المذكورين هذوما، باش يتم الاستماع لهم، ويمكن لقاضي التحقيق إصدار بطاقة جلب في شأنهم إذا لم تتم الاستجابة للدعوة القضائية الفرنسية. الشلي ذكر بأنه تم منذ سنة 2018 تدويل قضية المناوب متاعه صابر العجيلي، وبأنه تم اللجوء إلى مجموعة العمل الدولية حول الاحتجاز القسري التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، وقال بأنه المجموعة قبلت الشكوى، وأنه تم من حيث الأصل إعلام الحكومة التونسية بذلك، ويؤكد أنه الجهات المعنية أجابت على الأسئلة الموجهة لها. يقول بأنه مجموعة العمل انتهت في قرارها بأنه صابر العجيلي محتجز، وبأنها طلبت من الحكومة التونسية إطلاق سراحه فورا وفتح بحث في ظروف احتجازه. يقول بالنسبة لهم منطلق الاحتجاز بدأ بالأساس منذ إصدار القرار الأممي، وتم إعلام الحكومة وإدارة السجون بالقرار، ومع ذلك بقى صابر العجيلي محتجز لمدة 5 أشهر. وبعد تدويل القضية قبل القضاء الفرنسي الشكاية باعتبار توفر الشروط، من ذلك حمل بعض الأشخاص المعنيين الجنسية الفرنسية زمن حصول الافتعال. اليوم برشا أطراف تقول أنه ثبتت براءة صابر العجيلي القيادي الأمني اللي زج به رئيس الحكومة الأسبق يوسف الشاهد في السجن من قبل القضاء على حد تعبيرهم، وقل كان من المفروض أنه يحاكم القضاء التونسي يوسف الشاهد هو وكل من تورط معه، ولكن يقولوا بما أنه القضاء أعجز على هذا خاطر يعتبروا أن يوسف الشاهد مواطن فرنساوي ويحمل جنسية الفرنسية، ويقول لك أنه صابر العجيلي ما لقى حتى حل باش يقاضي يوسف الشاهد بيحاسبه على جريمته، فتوجه إلى القضاء الفرنسي ودول القضية هذه. اليوم دونك الأستاذ حاتم العشي محامي العجيلي يقول بأنه القضاء الفرنسي تعهد بشكاية ضد يوسف الشاهد غازي جريبي، تم الاستماع لصابر العجيلي، والنيابة أذنت بإصدار البطاقات القضائية اللازمة ضد يوسف الشاهد وغازي جريبي واللي باش يكشف عليه البحث به. نلقاو بأنه القضية هذه أثارت جدل كبير، وحاتم الشلي في تصريحاته الإعلامية السابقة يقول بأنه قرار فتح الشكوى يعني والتحقيق هذية في فرنسا في قضية تتعلق بتوجيه تهمة التعذيب والاحتجاز القسري، وقل تم اللجوء إلى القضاء الفرنسي بسبب حسب ما يقول هو حرفيا بسبب فقدان المصداقية ببعض القضاة بالجهاز القضائي التونسي. الشلي يقول أنه المشتكى بهم عندهم زوز الجنسية الفرنسية، والقاضي يتخذ قرار
باش يتم مقاضاة هالعناصر هذه. بخصوص يوسف الشاهد، الحقيقة هو أثار جدل كبير برش، على خاطر زادة تتعلق به جملة من القضايا الأخرى، والسؤال المطروح واللي قادوا برشة توينسة زادة يسألوا عليه كيفاش خرج يوسف الشاهد من تونس بعد 25 جويلية. فالكثير يعتبر أن يوسف الشاهد في البداية أعطى تطمينات إلى رئيس الجمهورية قيس سعيد، وربما يكون أمده بجملة من الملفات، خاصة فيما تتعلق بمثلا حركة النهضة، وهو معناها شد الحكومة لعدة سنوات وتمكن من الاطلاع على دواليب الدولة. هوني الجدل ديما متعلق بيوسف الشاهد وبالقضايا زادة، خاصة شبهات الفساد اللي تتعلق بيوسف الشاهد، خاصة الهبة البريطانية اللي هو انكر قال أنا ما خذيتش حتى هبة بريطانية، ومعناها ينفي هو هذه الاتهامات من فرنسا وهبت كومينيكي، ولكن يقعد ديما محل جدل. الحقيقة اسم يوسف الشاهد يقعد ديما يثير الجدل، خاصة في القضايا المتعلقة بالفساد وإلا غيره. به من بقية القضايا اللي نحكي عليها في هذا الفيديو، مثلا قضية تتعلق بالتونيسير. به القضية اللي تتعلق بالتونيسير، صدور حكم بالسجن، هذا ما أكدته الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، قضات بالسجن مدة 12 عام في حق المدير العام السابق لشركة تونيسير الفنية، مع خطية مالية قدرها 19 مليار، وأقضت هيئة الدائرة بالسجن مدة 10 سنين مع خطية قدرها 11 مليار في حق المسؤول على صيانة الطائرات بالشركة المذكورة، وهذا على خلفية اتهامها بالاستيلاء على محركات طائرات وقطع غيار تابعة لطائرات تقوم الشركة بإصلاحها، وكل مرة يهزوا قطيعة ويبيعوها. هذا لشكون يبيعوها؟ يبيعوها لشركات أجنبية، وهذه صادمة الحقيقة أنه احنا توصل بينا الدرجة اللي فما مسؤولين راهو مسؤولين ويتقلدوا مناصب كبيرة ويخلصوا مليح وعندهم مكانة كبيرة، الطيارة تبدأ في الصيانة يعمل هكا القطيع متاعها ويبيعهم إلى شركات أجنبية، وهذا يتسبب في خسائر كبيرة، خسائر مالية بعشرات الملايين الدينارات، وتعطيل عدد الرحلات اللي تابعة للتونيسير، واللي نحكيه بعد على الأسطول ونحكيه على الإفكتيف ونحكيه على جودة الخدمات وغيرها. فما شكون ينخر فيها للأسف الشديد، وهوني مدير عام سابق شو انت قداش يخلص وشنو هو الامتيازات اللي عنده وش تعطاته الدولة وش تعطاته الشركة، وزيدهم زيدا مسؤول آخر على الصيانة هو وياه في هذه القضية. الأبحاث في القضية هذه انطلقت أواخر سنة 2019، وتعهد بها وقتها القطب القضائي المالي، شملت الأبحاث عدة إطارات وفنيين تابعين لشركة الخطوط التونسية الفنية، وتم اللجوء إلى اختبارات فنية حدت خسائر الشركة.